هنعمل اول وصفه مندي الفراخ من غير فرن، هنعمله في الحله هقول لكم ازاي. بصوا انا معايا فراخ، عايزين بقى دبابيس اوراك صدور فرخه كامله وتقطعيها براحتك، لحمه شوفي عايزه تستبدليها بلحمه برضو مفيش مشكله، تعملي نفس التكنيك اللي انا هقوله لك حالا. انا معايا دلوقتي 3 اوراك من الفراخ، تمام، هنشوحهم في الحله، تمام، ياخدوا لون حلو كده ولون ظريف، هنشوحهم مع البصل ومع فص من الثوم، معانا ورق لورا، حبهان، يعني هنعمل شوربه حلوه كده بعد ما نشوح الفراخ حلو قوي. دي اول نقطه، فهنحط مع الفراخ بصل متقطع شرايح، بصلايه واحده بس كفايه، فصين من الثوم المفروم او عايزه تحطي الثوم صحيح مفيش مشكله. هنشوح الحاجات الحلوه دي في حته سمنه على معلقه زيت، معانا حبهان بودره او حبهان صحيح براحتك، ورق لورا بودره او ورق لورا صحيح برده براحتك اللي موجود عندك يعني، وهنحط معلقه صغيره من بهارات الفراخ ورشه قرفه، تمام، وملح وفلفل وميه سخنه، ونخلي الفراخ بقى براحتها بكل المكونات اللي انا قلت لكم عليها دي لغايه ما الفراخ تستوي تماما. اول ما بتستوي بنطلعها من الشوربه تهدى كده شويه، ونحط في الشوربه كوبايتين من الرز البسمتي المغسول ومتصفي، تمام، ولو حسينا ان الشوربه دي قليله شويه اتبخرت قوي ممكن نزود ميه سخنه مع الرز لغايه ما يبتدي يتشرب ويستوي معانا ويبقى زي الفل. ومعانا بقى الفراخ هندهنها بلون طعام صحي احمر، هتلاقوه موجود في كل حته في السوبر ماركت وعند العطار اللي هو الجل ده او السائل بيبقى حلو جدا، او لو عندك زعفران بقى بودره زعفران تدوبيها كده في شويه زيت حاجه خفيفه، معلقه زيت ولا حاجه، وندهن الفراخ وندخلها الفرن تحت الشوايه يا دوب تاخد طلقه لون خفيف. وبعد ما الرز بيستوي بنحط عليه برده لون طعام كده ايه بطريقه عشوائيه على الوش، لون طعام احمر ولون طعام اصفر، وبعد كده بنقلبهم مع بعض تلاقي الرزايه طالعه معاكي ابيض واصفر واحمر، والفراخ بتاخد لون حلو قوي تحت الشوايه بعد ما دهناها، بيبقى مندي ملوش حل وطعمه يجنن، وطعم الفراخ تحفه وطعم الرز تحفه. ان شاء الله يا رب يعجبكم، انا حكيت لكم الحكايه كلها. تعالوا نعمل اول حاجه حته سمنه كده خفيفه ومعانا معلقه زيت، ونبتدي ايه على طول نشوح البصل والثوم مع الفراخ. انا نزلت كده بالسمنه، نحط شويه زيت، معلقتين برضو كده من الزيت، ونعلي بقى النار، تمام. واول حاجه هنزل بيها كده ايه، خلينا نعمل صدمه كده للفراخ وتلون اهو. بننزل بقى بالبصل بعد ما الفراخ تاخد لها تشويحه، البصل وفصين كده من الثوم، زي ما قلت لكم ممكن ثوم صحيح او ثوم مهروس براحتك. هنحط برده بقى عليهم ملح وفلفل، ملح وفلفل، سنه قرفه حاجه خفيفه خالص، هنحط بقى ايه ورق لورا وحبهان، معايا حبهان بودره ومعايا ورق لورا صحيح، ممكن نحط برده حبهان صحيح مفيش مشكله، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. ومعانا بقى بهارات فراخ هنحطها برده، بصوا كده نحط الميه السخنه ونسيب بقى الفراخ لغايه ما نلاقيها استوت. انا بسيب الفراخ تقريبا 35 دقيقه بالكتير 40 دقيقه في الشوربه كده على نار عاليه، وببقى مغطيه كده الغطا نص تغطيه كده لغايه ما الفراخ تستوي. اول ما بتستوي بنطلعها وندهنها زي ما قلت لكم معايا بودره زعفران، بودره الزعفران دي ده لونها بيبقى لونها برتقاني كده، بتلاقوها عند العطار بتلاقوها في السوبر ماركت موجوده متوفره اهو، تمام، نفس لونها البرتقاني ده اسمها بودره زعفران. بندوبها كده في حته سمنه او معلقه زيت براحتك، وبتدهني الوراك او بتدهني الفراخ في صينيه فرن وتدخليها بس تحت الشوايه تاخد لون حلو. ومكان الشوربه اللي احنا سلقنا فيها الفراخ دلوقتي دي هنقوم حاطين الرز، رز بسمتي، انا معايا هنا اهو كوبايتين من الرز البسمتي مغسول ومتصفي كويس جدا، تمام، علشان يستوي ويبقى زي الفل هنحطه في شوربه سليق الفراخ، وبياخد وقته تقريبا يعني بيتشرب، وبعدين بنغطيه ونسيبه لمده ربع ساعه لغايه ما يستوي. بعد ما بيستوي بنحط عليه داير ما يدور كده
ايه اللون الطعام الصحي اللي انا قلت لكم عليه. لو جل هنقط كده باللون اصفر ولون احمر ومعلقه زيت على الوش، ونقفل الغطا كمان لمده دقيقتين عشان اللون بس كده يتوغل جوه الرز. فلما نيجي نقلب نلاقي الرز كله ملون معانا الوان حلوه قوي، نبتدي نغرفه وتكون الفراخ اخدت وش حلو تحت الشوايه، نحطها على الوش زي الطبق الخطير اللي هناك ده. ايوه يا استاذ انس خطير ده، لازم له رشه بقدونس، مش ممكن يعني، لازم، هو عايز لون اخضر. بصوا يا جماعه الرز ملون ازاي، زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. الالوان الطعام الصحيه هي اللي عامله الكلام ده في الرز. وبصوا برضو لون الفراخ نفس الحكايه. لو حصل ان انت ما لقيتيش بودره الزعفران اللي تدهني بيها الفراخ، في حل تاني ظريف جدا، تحطي معلقه كركم عليها معلقه من البابريكا وتقلبيهم حلو قوي، وتخففيهم بشويه زيت.